سيد الكريم، يعني اسمح لي بأن أعرج بنقطة جدا مهمة ثم أجيب على السؤال. أنه القوات الموجودة في العراق هي قوات قتالية، يعني احنا نعلم أنه تم استبدالها بقوات قتالية، الفرقة الجبلية. قيادة عمليات العزم الصلب هي قيادة عسكرية بحتة قتالية لقتال داعش، وتحولت بالآونة الأخيرة شفناها أنه ساهمت بضربات ضد أهداف ميليشيات كانت تضرب القواعد الامريكيه طبعا، وبرروا ضرب القواعد انه جاء بالرد بالدفاع عن النفس، هذه في بيانات صريحه. اما بالنسبه لتصريحات الجانب الحكومي، فالسيد السوداني يحاول يمتص غضب الشعب العراقي ويمتص غضب ايضا الكتل السياسيه، مثل ما شفنا انه تقدم انه بيان قال انه احنا رحنا في شكوى الى مجلس الامن الدولي، لكن احنا بحثنا بهذا الموضوع وجدنا انه لا توجد شكوى عراقية ضد إيران في مجلس الأمن الدولي، هذه نقطة. أما بالنسبة للآباء المؤسسين لهذا النظام فهم يعتمدون على التواجد الأجنبي. سيد الكريم، يعني أؤكد لك أنه جميع الكتل السياسية غير راغبة بانسحاب الجانب الأمريكي. حتى هاي الضربات هنالك جهة، فريقين لإيران، فريق يفاوض ويهادن وفريق يهاجم. إيران اليوم تستغل التواجد الأمريكي وتستغل الضربات ضد الأمريكان لإطلاق الدولار. إيران اليوم تعاني من أزمة اقتصادية، لذلك انسحاب الأمريكان سوف يكون ضربة قاسية للجانب الإيراني والجهات المتحالفة معه. إحنا اليوم كشعب عراقي مع انسحاب القوات الأمريكية، بالعكس راح نشوف تغيرات على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي العراقي. اليوم الأمريكان عندما ينسحبون من العراق سوف يسحبون معهم كثير من القضايا، سوف تكون شرعية النظام اللي هم دعموا وقفوا ضد تظاهرات تشرين. احنا نعرف كانت بلسخارب كتابة قلمها في تقارير مجلس الأمن الدولي ضد الشعب العراقي. اليوم راح تتغير الأمور، يعني بعد انسحاب إن شاء الله الأمريكان راح تتغير كثير من الأمور، وسوف يكون التغيير حر للشعب العراقي، وهذه رسالة إن شاء الله تكون يعني واضحة. إحنا نأيد كل أجنبي. سيد أحمد، يعني هل تلوح إلى أنه ربما هنالك عملية لاستبدال النظام الحالي؟ بأيادي عراقية، بأيادي الشعب العراقي. لولا وجود الأمريكان ولولا وجود السفيرة الأمريكية في بغداد واللجنة المشتركة، لجنة الـ HCC اللي هي Higher Coordinating كوميتي، اللي هي كانت أول ما وقعوا على تشكيل الحكومة كانت في واشنطن. اليوم إحنا نشهد هذا التحالف. طبعا مصائب قوم عند قوم فوائد، مثل ما نقول اليوم الخلاف الإيراني على المصلحة وعلى الحصة الأمريكي إن شاء الله يكون لصالح الشعب العراقي، ونتخلص من التبعية ونتخلص من الاحتلال الإيراني والأمريكي، والتواجد التركي أيضا في بلدنا أيضا نتخلص منه.